أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من القدس دوت كوم. أنباء صحفية تقول إن فشل جهود المبعوث الرئاسي الأمريكي جورج ميتشل دفع واشنطن إلى تخويل القاهرة للتوصل إلى صيغة حل وسط مقبول لدى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل يبحث ملفات المنطقة مع الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارته اليوم لدمشق التي وصفتها مصادر دبلوماسية بأنها تفعيل لخط العلاقات الدبلوماسية بين دمشق والرياض بعد غياب بضع سنوات. مصر تواصل فتح معبر رفح لعبور العالقين الفلسطينيين لليوم الثالث، وقد عبر حتى اليوم أكثر من 1200 فلسطيني ما بين مريض وطالب وحامل إقامات، ومن المنتظر أن تمر قافلة شريان الحياة في اليوم ذاته على ثلاث دفعات حسب قول مصدر أمني مصري. مصادر فلسطينية تقول إن القوات الإسرائيلية توغلت على نطاق محدود جنوب قطاع غزة بعد أن قامت 4 دبابات و4 جرافات باقتحام مفاجئ لمئات الأمتار شرق بلدة خزاعة قرب خان يونس، وشرعت بأعمال تجريف وتنشيط. محنة اليمن تتراوح بين تمرد في شماله مع الحوثيين ونفوذ القاعدة المتزايد في المناطق القبلية، وفي جنوبه مع الاحتجاجات على سياسة الحكومة اليمنية، فيما أعادت السفارة الأمريكية فتح أبوابها بعد إغلاقها ليومين. النائب العراقي محمد ناجي يقول إن الحكومة العراقية شرعت بتوجيه وزارة الخارجية لمفاتحة مجلس الأمن الدولي من أجل تفعيل موضوع مطالبة العراق بمقاضاة إسرائيل بدفع تعويضات مالية جراء الأضرار التي لحقت به بعد قصف مفاعل تموز النووي العام 81. أوباما يجتمع بمسؤولي الاستخبارات بعد محاولة تفجير طائرة ديترويت، ويكشف عن إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب وإصلاحات أمنية أولية. للتفاصيل زوروا موقعنا www.alquds.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.